أنه بالحكم بقانون الصحافة والنشر اللي ما فيهش عقوبات سالبة للحرية. بمجرد ما النيابة العامة سمعت تفاعل ديال هذا النقاش هذا الرأي العام، أضافت تهمة أخرى أخطر وهي التحريض على الإرهاب. والشباب المعتقلين اليوم اللي كيمشيو للتحقيق هم بأنفسهم يصرحون بأن الأسئلة مضمونها سياسي. الأسئلة مضمونها شنو هو المسار ديالك؟ شنو هي الهيئة السياسية التي تنتمي إليها؟ شنو هي الأقوال ديالك؟ ما هي علاقتك بالإرهاب في الوقت اللي هاد الشباب كتبوا تدوينات واحد اللحظة ديال الانفعال النفسي ومحاوها في نفس الوقت تعبيرا عن حسن النية وتعبيرا بالاعتراف بالخطأ؟ فاليوم وجودهم في السجن يسائل ضمير الضمير الحقوقي المغربي، يسائل كل الشعارات التي نرفعها اليوم في كل المؤسسات التي انخرطنا فيها طواعية. كل هاد الشباب دخلوا لأجل الشبيبة الحزبية التي ينتمون إليها إيمانا منهم بأنهم ممكن يكونوا طرف في الإصلاح. الإرهابي لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، الإرهابي لا ينتمي إلى شبيبة معتدلة عندها فكر وسطي دافعت دائما عن اختيار الإصلاح، دافعت عن اختيار الاستقرار. فكيفاش اليوم الدولة المغربية تكيل بمكيالين وكنمشيو لهاد الشباب باش نعملوا لهم تكييف ديال التهمة ولفقت لهم في الوقت اللي كاين مخارج قانونية كثيرة يمكن أن نتعامل معها؟ لأختم، لا مبرر اليوم لوجود الشباب المعتقلين رهن الاعتقال احتياطي في الوقت اللي كل الضمانات متوفرة ليتابعوا في حال الطرح. وهذه مسؤولية النيابة العامة التي لا زال يترأسها وزير العدل واللي الحكومة اليوم ما زال مسؤولة عليها. البلاء الفضيحة الذي وقعه وزير الداخلية وزير العدل في الحكومة السابقة لمس بقرينة البراءة في العمق وعمل تأثير مباشر على القضاء وخلق كيل قانوني في بلاغ ما عندوش الشرعية القانونية ليصدر وليوجه النيابة العامة التي تأتمر فقط. اضطريناهم لأول مرة أن يخوضوا إضراب عن الطعام وهم عمرهم ما عرفوا شنو هي المعتقلات ولا شنو هو الإضراب عن الطعام. اليوم في ظل الوضع الصحي اللي متواجدين فيه نحمل كامل المسؤولية للدولة المغربية بكافة مؤسساتها في أي ضرر ممكن يلحق بهؤلاء الشباب. فالشباب اليوم معتقل في خطر وتعب وتعب المعتقل في خطر وتعب وتعب المعتقل في خطر وتعب وتعب الشباب اليوم ممكن يموتوا. هاد الشباب اليوم حياتهم في خطر. لذلك هذه مناشدة لكل القوى الحقوقية في هذه البلاد، مناشدة لكل من يؤمن بأن هذه البلاد يجب أن تتكاتف فيها كل جهود باش نديروا إصلاح حقيقي، مناشدة لكل من يؤمن بأنه يجب وقف مسار النزيف في المغرب، يجب وقف مسار الانتكاس. اليوم الناس كيخرجوا يحتجوا كيعبروا على أنهم غير راضين لاختيارات التي تعيق المسيرة اللي اختارها الشعب منذ 20 فبراير منظمة انتخابات 2011. شاركوا الناس في الحياة السياسية في 2015، عاود شاركوا الناس في العملية السياسية في 2016 رغم كل الإمكانيات اللي تبدلات لتجعل الشباب المغربي يأس من المشاركة السياسية. واليوم النتيجة ها هي كنشوفوها احتجاجات متلاحقة ما عرفتش الدولة تدبرها لأنها للأسف الشديد تعمدت أنها تقتل كل مواقع المصداقية التي يمكن أن يثق بها الشباب المغربي. اليوم الدولة المغربية تبحث عمن له المصداقية من السياسيين ومن المنتخبين باش يشكل وساطة بينها وبين الشباب الذين يحتجون، فلم تجد للأسف الشديد لأنها تعمدت بسياسة إراضية أن تحارب كل من دخل الحياة السياسية عنده مصداقية عنده مبادئ وعنده أهداف عنوانها الكبير هو الإصلاح، عنوانها الكبير هو محاربة الفساد والاستبداد. هاد الشباب اليوم يحاكمون بتهمة مش فقط الإشادة بالإرهاب وإنما في بلاغ ما عندوش الشرعية القانونية ليصدر وليوجه النيابة العامة التي تأتمر فقط بأوامر السلطة التي تتبع لها وهي بتعليمات كتابية يجب أن تحدها عن الامتثال للقانون. احنا كنقولوا أن هذا الاعتقال وتكييف التهمة بهذا الشكل لا علاقة له بروح القانون الذي يريد أن يحمي المجتمع المغربي من الإرهابيين الحقيقيين. آخر رسالة للشباب الحاضرين معنا اليوم،
أن اعتقال هذا الشباب لا يجب أن يطبث من عزائمكم. هذوك الشباب اليوم صامدين يرسلوا لنا من داخل المعتقل رسائل كيطلبوا منا جميعا أن نصمد في الإطارات السياسية اللي انتمينا لها، نصمدوا في شبيبة الأحزاب التقنية، نصمدوا في الأحزاب السياسية اللي اختار الجميع أنه ينخرط فيها، نصمدوا في الانخراط في الحياة العامة عبر بوابة المؤسسات، ونستمروا في النضال. هذا الشباب إن شاء الله سيعانقون الحرية إن عاجلا أم آجلا. الشباب سيعانقون الحرية ببساطة لأن الله سبحانه وتعالى عادل وصفته العدل، والاعتقال ديالهم تكريس للظلم، وهذا الظلم سوف يرفع، وهذا القيد سوف ينكسر، وسنضف جميعا متحدين، وندعوكم جميعا باش نبقاو معبئين الى ان يعانق هؤلاء الشباب الحريه ويلتحقوا بابنائهم وبعائلاتهم. وتحيه نضاليه لكم جميعا. وإياك ما ماشيش، إياك ما ماشيش، والبطاقة جاي خلاص، ما تشغلت باي خلاص، إياك ما هي شر، إياك ما هي شر، والبطاقة باي خلاص، ما تشغلت باي خلاص، طيبة باي خلاص، طيبة باي خلاص، والرقمية باي خلاص، والرقمية باي خلاص. إياك الماء 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 إ